مساء الخير جميعا، اهلا وسهلا بكم في اس بي ام نيسان شابتر. محاضره اليوم هي المحاضره الاولى من كورس الدايركشن درلينج، يقدمه الاستاذ المهندس عبد المهيمن عباس. الخبره العلميه للمهندس حاصل على شهاده بكالوريوس هندسه النفط من الجامعه التكنولوجيه لسنه 2015، عمل سابقا في مجال استصلاح واكمال الابار النفطيه لصالح شركه انتون اويل، يعمل حاليا في وزاره النفط دائره المكامن وتطوير الحقول، حاصل على عدة شهادات في مجال هندسة النفط مثل IWCF Level 4 Directional Drilling Technology, Drilling Problems, Workover Operation, Drilling and Completion Fluids, Reservoir Management. أهلا وسهلا بك سعد المهيمن، إذا كنت تمام عندك تقدر تفضل. السلام عليكم، شلونكم عيني شباب؟ إن شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية. شكرا حبيبي استاذي على التقديم الرائع من حضرتك. ان شاء الله نبدا حاليا بكورسنا اللي راح يتكون ان شاء الله من 3 محاضرات. الصراحه هو موضوع الدايركشنال موضوع جدا شعب، يعني يغطي كل الاشياء، لكن نحاول ان شاء الله يكون هذا خلينا نقول كمستوى اول لحضراتكم. مستقبلا ان شاء الله اذا صحت الفرصه نقدر نسوي يعني فد مستوى شويه ادفانس اكثر، بحيث هاي الاشياء اللي راح نشرحها اليوم ان شاء الله ما راح نرجع لها بعد. طبعا اكيد حضراتكم ان شاء الله ممنونين على الحضور اليوم. بدايه طبعا اكيد اني اشكر شكر جزيلا جامعه ميسان ولا اداره قسم هندسه النفط والاس بي تشابتر على المحاضره واستضافتي لهذا اليوم. ان شاء الله راح ناخذ عده محاور اليوم، راح يكون الكورس 3 محاضرات. المحاضرة الأولى هي راح تكون تعريفية، مثل ما هسه راح نشوف شنو هي المواد الرئيسية اللي راح نتخذها. بعد المحاضرة الأولى إن شاء الله راح نشوف المحاضرة الثانية اللي نبدي ندخل بها على المعدات اللي إحنا نستعملها بالحفر الاتجاهي. راح نحاول نستعرض خلينا نقول الترند العالمي بالحفر الاتجاهي وين راح مستقبلاً، وبالعراق بالذات وين راح يكون أكو تطبيقات أكثر لهذا المجال. وبالمحال وشنو الاشياء اللي المفروض نركز عليها. انا صراحه ادخل على موضوع الكومبليشن اذا صار عندنا مجال شوي، ندخل على اكمال الابار همين اللي هي بالشكل الافقي اللي بها، لكن هواي ان شاء الله نغطي در نحوي كل هذا المجال ان شاء الله. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء راح ناخذ مفد فكره عامه كاوفر فيو على الدايركشنال درولينج شنو هو، ناخذ الاشياء تفاصيل لحتى نقدر العامه يعني شلون بدا تطور الدايركشنال درولينج وليش اصلا احنا بدنا نحفر حفر دايركشنال وحفر هوريزونتال. بنفس الوقت راح نشوف شنو هي الاساسيات وشنو هي التيرمز الاساسيه. يعني احنا باكر ان شاء الله هي المحاضره ما تلونش تعريفيه، لان راح ناخذ الكونسبت الاساسيه اللي على اساسها باكر ان شاء الله من نبدي احنا ندخل ديب اكثر نقدر نعرف مثلا من نحكي بازيموث، نحكي بدوغليك سيفيريتي، نحكي بانكلينيشن، راح تكون عندنا هاي المفاهيم واضحه. بالاضافه الى انه راح ناخذ العناصر المؤثره ممكن على الحفر الاتجاهي شنو هي تكون، واخر شيء ان شاء الله نختم محاضرتنا لهذا اليوم بالبلانينج اند ديزايننج، ناخذ فكره عامه من نجي نصمم احنا افقي لازم نسوي اول شيء. فلو جينا اول شيء، انا مثل ما تعرفون حضراتكم هذا الفيديو يعني دائما احب ابدي به لان هو يستعرض لي معظم العمليات اللي احنا نمشي بيها، وهاي العمليات من خلينا نقول هسه الفيديو راح تشوفون ان شاء الله بعدة عمليات. هاي العمليات طبعا بشكل عام ممكن خلينا نقول يكون اكو بيها عمليه هدف عندها، يعني كل عمليه مهما كانت صغيره على مدى صغرها راح يكون اكو لها ديزاين، لانه احنا من ناخذ يعني بشكل عام حضراتكم ان شاء الله من حتدخلون المجال النفطي وتشوفون واقعيا شلون الموضوع يصير، من راح انتم تبدون تحفرون وتبدون تمشون حتشوفون انه كل تفصيله صغيره على مدى صغرها بيها لازم اسس تصميميه احنا اعتمدناها حتى نسويها. البرايب يعني كل شيء، هسه راح تشوفون هذا الفيديو اللي بيه العمليات الاساسيه، كل عمليه تحوي على كم هائل من التفاصيل. انا قبل شويه دايم انا اتصل احد اصدقائي سولفنا على يعني خلينا نقول القطاع النفطي بشكل عام، وقلت له احنا يعني دخلنا خلينا نقول بالمجال النفطي بشكل انه باكثر من تخصص، يعني فصار عندنا معرفه بهواي امور بس ما قدرنا نتخصص بشيء واحد. يمكن هسه يلا بديت انا شويه يمكن انتبه لهذا الموضوع وانه احاول اتخصص بمجال واحد يكون هذا هو التخصص الرئيسي لي بالاضافه للمعرفه العامه، لان ان شاء الله حضراتكم راح تشوفون اكو كميه هائله من التفاصيل. الناس اللي راح نسوي طبعا كل الدورات كل الاشياء تنطينا فد شيء عام يعني بشكل عام، لكن يبقى اذا حضراتكم تردون تتخصصون فراح تلقون اكو تفاصيل التفاصيل اللي صعب شخص يحويها الا يدخل بالتخصص هذا ويتخصص به. اذا جينا على الحفر بشكل عام،
اكيد برج الحفر راح نجيبه بشكل عام. اول شيء نجيب هذا البرج للمكان اللي احنا حددناه، واحنا من حددنا موقع فالموقع السطحي على الارض هذا راح يكون كلش مهم. الموقع السطحي على الارض راح احنا نستلم من قسم من اقسام المكامن تنطينا كوردينيتس. الكوردينيتس اللي هي خطوط الطول وخطوط العرض، اكيد حضراتكم ماخذين هذا الشيء بالجغرافيا. فقسمها الى كل نقاط الارض اللي موجوده اكو لها كوردينيتس، نورثينج وايستينج اللي هو الشمال وال يعني الشمال والتشريق. فاني اخذ لازم نورثينج وايستينج لكل هاي النقاط اللي عندي حتى اعرف بالضبط اني موقع هذا البير مالتي وين صار على الكره الارضيه، او خلينا نقول على اقل تقدير بالبلد الواحد، لان احنا كتصميم راح نقدر نختار بلدان ونقدر نختار اماكن معينه. زين، ورا ما حددنا موقع البرج راح نبدا بعمليه الحفر. عمليه الحفر تتضمن انزال بريمه ونابيب حفر حتى نحفر حفره معينه بالبدايه نتجاوز بها المياه الجوفيه. ورا ما نتجاوز المياه الجوفيه حتى نحمي هاي المنطقه ونبعد عنها كل المشاكل ونعزل البير مالت ان ننزل انابيب البطانه. انابيب البطانه طبعا نوحدها بيها اساس تصميمي، بيها سبيسيفيكيشنز كلش هواي يعني محددات، بيها مثلا من اجي اصممها اني اكو انواع واحجام واقطار واطوال معينه وظروف معينه تتحملها كل انبوب. فبس الديزاين مال الكيسنج راح تلقون اكو مهندسين متخصصين، تلقي متخصص بس بكيسنج ديزاين. ليش قلت لحضراتكم قبل شوي انه احنا لازم نحاول نتخصص ان شاء الله شويه اكثر بمجالات هاي. بعد ما نكمل عمليه انزال البطانه لأي عمق احنا نريده، بهن من نوصل لهذا العمق راح نبدي وراها بعملية تسميد هذا المقطع. احنا عندنا صار انبوب بطانة يعزلنا داخل البير عن الطبقات، عندي هنا فراغ حلقي يفصل الطبقة عن الكيسينج. اللي حيصير انه انا احتاج الى انه هذا السمنت هنا اخليه حتى يعزل لي الكيسينج ماتي عن الطبقات اللي موجودة، وبالتالي انا احمي البير اكثر، وبنفس الوقت انا اقدر انطي عمر اطول لهذا البير. ليش؟ لان الطبقات ما راح يكون اكو بين تواصل، الطبقات ما راح تنهدم، اذا اكو احماض اكو غازات H2S وغيرها ما راح تاثر لي كلها على انابيب البطانه. وراها راح نرجع نحفر من جديد، ننزل بريمه ونبدي نستمر بعمليه الحفر شوي شوي لحين ما نوصل للتارجت مالتنا. طبعا ككوردينيتس احنا من حكينا بالبدايه ككوردينيتس، اكو عندي كوردينيتس على السطح، لازم عندي احداثيات على السطح، وعندي الاحداثيات بالمكمن وين اني اريد اثقب المكمن مالتي حتى اطلع نفط. فراح اجي اني ايش راح اسوي؟ انزل واستمر بعمليه الحفر مالتي لحين ما اوصل للتارجت مالي. ان شاء الله بالمحاضره مال باكر راح ناخذ فكره عن هاي المعدات اللي هي اسمها المجسات اثناء عمليه الحفر. اللوجينج وايل درولينج هي وحده من العمليات اللي احنا نسويها حتى نقدر نستكشف الطبقات ونعرف بالضبط تفاصيل هاي الطبقات اثناء عمليه الحفر. يعني انا اجي اعرف شنو انواع الطبقات، واجي اعرف وين عندي نفط بالذات، فاني اعرف لازم وين عندي نفط اثناء ما اني احفر حفر اذا كان مائل او اذا كان عمودي، خصوصا بالذات بالحفر الاستكشافي، لان ممكن بالحفر التطويري بالحفر التطويري احنا بعد نعرف اماكن المكمن، لكن بالاستكشافي احنا ممكن ما تكون عندنا بيانات كامله، فنضطر نستعمل هاي المعدات حتى نقدر ناخذ فكره كامله عن البير مالتنا والمكمن. اللي حيصير انه اني ممكن بعد ما اسوي هاي العمليات كلها انزل مجسات. هاي المجسات حتنطيني قراءه اكثر عن هاي الطبقات. يعني ممكن انزل مجسات مو بس يعني انتم حضراتكم ممكن انتم تعرفون فكره عن المجسات، اكو مجسات مثلا مثل الجاما راي تنطيني انواع الطبقات، اكو مجسات الريسستيفيتي تعطيني انواع السوائل اللي بالطبقات، اكو مجسات مثل السونيك لوج والديستي مثلا الـ NMR اللي هي مثل المجسات اللي تعطيني النفاذيه. فاحنا اكو كميه هائله من المجسات اقدر استعملها حتى اعرف كل تفاصيل الطبقات، حتى اعرف بالضبط وين عندي هيدروكربون وش قد كميته. يعني اكو مجسات حتى وعمليات نسويها اثناء عمليات الجس مثل الـ MDT او الـ VSP، ذني شغلات نسويهن نقدر ناخذ من خلالها على كم هائل من المعلومات على الطبقات. احنا من نحفر هدفنا انه نحصل معلومات، مو بس نحفر، لان انا من تكون عندي معلومات ممكن اثناء عمليه الحفر مالتي انا نازل دا استكشف مثلا خلينا نقول فد حقل جديد. هذا الحقل الجديد مثلا
وصلنا لعمل يعني مثلا هسه عندنا خلينا نقول مثلا بحقول دياله من الحقول اللي استكشفت بالسبعينات وانطت لجولافه التراخيص هسه حاليا حتبدي بيها الشغل هي حقول مثل قلابات قمر جامد لاني الحقول من حفروهن الهدف الرئيسي مالتي اني انه مو بس احفر حتى اعرف اكو نفط لو لا اني احفر حتى احصل على بيان لان ممكن اني نازل دا استكشف طبقه معينه واثناء عمليه الاستكشاف هاي اكتشفت انه عندي نفط بعد بثلاث او اربع طبقات ثانيه وهذا الشيء موجود بالعراق عندنا حقول قد تحتوي على اكثر من اربع او خمس طبقات لانتاج الهيدروكربون فاني من انزل احاول اخذ كميه معلومات اللي ممكن أو ممكن عمليه حفرنا نرجع نسوي له عمليه الكيسنج ننزل بيه انبوب البطانه من جديد ورا ما ننزل البطانه نفس الحاله راح نضخ السمنت مالتنا وهذا السمنت حتى شنو يقدر يحيط لي بالبير مالتي من كل الجوانب يدخل بالفراغ الحلقي اللي هو الانيولاس فاني ايش صار عندي هسه الويل اللي هو البير هذا كله السكشن الجديد اللي هو المقطع الجديد هذا عندي كيسينج وهذا اللي بصفه عندي التسميت اللي هو السمنتينج وهاي هي الطبقات اللي هي الفورميشنز وهاي عملية التسميت مالتي اللي سويتها زين اني من سويت عمليات الجس قبل شوية اكو طبقات شفت هي اللي بيها نفط لكن هاي الطبقات اني لازم احميها يعني اني الطبقة اللي بيها نفط اذا جيت اردنتج من عندها لازم احميها من احميها شون اسوي فد مجس يسمونه السي بي ال هذا السي بي ال راح يشيك لي جوده الاسره السمنتيه لانه اثناء ما اني راح انتج اذا السمنت مالتي بالبير مو زين راح تصير عندي مشاكل على البير نفسه الكيسنج مالتي ممكن يتضرر اللي هو البطانه الطبقات الثانيه ممكن يطلع عندي سائل منها يدخل الطبقات الثانيه تصير عندي مشاكل فاني لازم اتاكد من جوده السمنت مالتي قبل لا انتقل لمرحله الانتاج اللي هو اسوي كونكشن يعني اسوي تواصل وهكذا بين داخل البير اللي حفرته وبين الفورميشن هاي اللي هي الطبقات او خلينا نقول اللي انا حفرتها اللي هي المناطق البيزون اللي هي منطقه العطاء يعني المنطقه اللي راح تكون موجود بها النفط شلون اسوي كونكشن اسوي اللي اسمها البيرفوريشن اللي هو التثقيب لحضراتكم همينه كمعلومه زين شو هذا البيرفوريشن حتى البيرفوريشن اكو له بروجرام برنامج واكو له ديزاين اكو له تصميم لان انا هاي البيرفوريشنز اللي اطلقتها ايش قد اريدها تدخل بالطبقات زين هل السائل مالتي هذا مال الحفر اريده يدخل للطبقه لو لا اثناء عمليه التثقيب يعني اكو اندر بلاست بيرفوريشن واكو اوفر بلاست بيرفوريشن وهكذا كل هاي التفاصيل لازم احنا نعرفها ونحويها على قدر المستطاع اللي حيصير بعدها انه النفط اللي موجود هنا راح نبدي نستخرج من عنده شوية الحرارة نشوف الضغط نشوف الفلوريت نشوف حدود المكمن يعني نقدر من خلال بعض التيستات نعرف خلينا نقول المكمن هذا ايش قد بيه نفط خلينا نقول ورا ما نكمل كل هاي البيانات ننتقل لمرحلة الانتاج طبعا في حسب البير اذا البير استكشافي ممكن ما ننتقل لمرحلة الانتاج ممكن يسوون هنا اسمنت يضخون ويسدون هاي الثقوب ويعوفون البير لعدة سنوات مثل ما احنا هسه عندنا مثلا الحقول اللي ذكرتها اربعة لكم لحضراتكم اللي بدي اقولها حقول قديمة مو حقول جديدة من السبعينات او مثلا بالجنوب عندنا حقل ابو عمود عندنا مثلا حقل اريدو والله لا اريدو بالجديد تقريبا استكشف عندنا مثلا حقول هواي عندنا مثلا حقل مثل حقل السلمون مثل ابو عمود وغيره حقول وانجانا وعندنا محافظه المثمر وقلابات وخشم الاحمر الزرباطيه الظفريه بالكوت ذني حقول وجود بها الاستكشاف قبل 40-50 سنه بس ما انتجوا من عندها لانه قالوا احنا لازم نوصل يعني اكو حقول اولى يعني مثلا حقل الرميله حقل العملاق وسهل استخراج النفط من عنده فانا ليش ادوخ روحي بحقول صغيره وصعبه لكن حاليا يلا بدينا نستكشفها ونرجع من جديد نقيمها ونستخرج منها الهيدروكربون لان اجت الحاجه لهاي الامان اذا انتجنا ننزل انابيب الانتاج والبط اللي هي تيوبينج وياها الباكرز ونستمر بعمليه الانتاج من خلال انابيب الانتاج اخر شيء كل اللي نسوي نشيل البرج نخلي الاكس ماستري اللي هي شجره الانتاج ولهنا تنتهي عمليات الحفر اذا حضراتكم شفتوا هسه هاي الطبقه اللي موجوده هنا هاي عباره عن طبقه احنا بنحاول ننتج من عندها النفط انا من راح انتج بشكل عمودي هسه
منطقة التأثير مالتي هي بس هذا المربع. يعني ممكن حدود المكمن آني إذا أريد أجي حدود البير اللي هي يسموها درينج أريا، المنطقة اللي يأثر عليها البير كفلوريت تكون محدودة، فبالتالي النفط حيجيني منها ومنها بس. فإذا تلاحظون كمية استخلاصي للنفط ما راح تكون كبيرة، يعني راح استخرج بس النفط اللي موجود هنا. لكن احنا هدفنا بالمحاضرة مالتي اليوم انه نشوف فائدة الحفرة المائل شنو. طبعا احنا بالعراق هذا هو اللي يسمونه الاستراتيغرافي كولوم، اللي هو العمود الطبقي للطبقات الموجودة بمحافظة البصرة. هذا هو من احد البحوث المنشورة على ريسيرش جيت، تقدرون ترجعون بس تكتبون استراتيغرافي كولوم اوف عراق، راح يطلع لكم بحث ما اعرف شو اسمه والله البحث، وموجود بهاي الصورة، تقدرون تستفادون من عندها، تنطيكم معلومات عن كل الطبقات اللي بالعراق. طبعا ذني الطبقات كل وحدة تابعة إلى عصر جيولوجي معين. طبعا لمعلوماتكم أيضا العصور الجيولوجية، مثلا هذا العصر يسمونه العصر الثالثي، هذا يسمونه العصر الطباشيري الكريتيشيوس، وهذا التيرشيري، وكو عندنا العصر اللي كانت عايشة به الديناصورات اللي هو الجوراسيك. احنا لحد الان معظم الانتاج بالعراق وتقريبا 99% اذا جينا على مناطق جنوب العراق بالذات هي تنتج لحد هاي المناطق، يعني كريتيشيوس بس هاي المناطق اللي احنا ننتج من عندها. باقي المناطق كجوراسيكو، يعني هذا الجوراسيك احنا ما واصلين لحد الان، فمستقبلا من حنبدي نوصل له بالحقول اللي بجنوب العراق راح تكون عمليات الانتاج من هاي المناطق ممكن بيها نفط اكثر. فلذلك هاي عبارة عن عصور جيولوجية، يعني هذا الجوراسيك اللي هو عصر الديناصورات كان تقريبا قبل حوالي 300-350 مليون سنة، فبالتالي احنا هاي الطبقات كلها ترسبت بعد هذا الوقت وصار بيها نفط، فاحنا اذا نزلنا للأسفل اكو احتمال كبير انه نلقي كمية هيدروكربون اكثر. اذا تلاحظون الطبقات، احنا مثلا عندنا طبقة المشرف، هاي طبقة المشرف تمثل لي انتاج كل شوية بالعراق. زين اني هاي الطبقة سمكها، يعني خلينا نقول يتراوح هو من مكان الى اخر، لكن فلنفرض انه سمكها 100 متر، فلنفرض هاي المية مو كلها بيها نفط، اللي بيها نفط من هاي المية ممكن بس 40 متر. زيناني 40 متر اذا جيت ثقبت وحفرت وطلعت النفط مالتي بس من هاي ال 40 متر اللي موجوده هنا، هل من المعقول انا من راح انتج نفط يطلع لي بس النفط الدائر ما دايرها؟ انا اريد نفط يطلع لي من كل الاماكن بالمكمن. لذلك ايش سووا؟ اللي صار انه التجأوا الى نوع من انواع الحفر يسمونه الحفر المائل او الحفر الافقي. احنا بشكل عام نحفر ابار افقيه ونحفر ابار مائله، هاي اعتمادا على الفائده اللي احنا نريد نوصل لها من عنده. مثلا انا عندي هواي تطبيقات اذا اجي اريد اشوفها للحفر المائل او الافقي. طبعا اكو حفر مائل اللي هو الدايركشنال درولينج، واكو حفر افقي اللي هو الهوريزونتال درولينج اللي هو هذا. زين اذا جيت انا هنا ليش انا دا احفر، يعني ليش شنو السبب انه اني احفر حفر مائل؟ قبل لا ننتقل للسلايد القادم ونعرف ليش، اذا حضراتكم تحبون تكتبون بالشات بوكس ليش نحفر حفر مائل او ليش نحفر حفر افقي، فتقدرون تعطونا بعض الافكار قبل لا ننتقل للسلايد القادم. زين سابقا فيما مضى طريقه الحفر كان اكو مقارنه، يعني خلينا نقول بين طرق الحفر اكو شيء يسمونه الدونات درولينج اند تيراميسو درولينج. اتمنى تطلع لي الصوره لان اكو صوره بهذا المجال فور اويل ويلز، لكن الصراحه ما اعرف ليش ما موجوده بالبرزنتيشن. اي لحسن الحظ طلعت لنا الصوره هاي. هاي الصورة توضح لي الحفر شلون كان فيما مضى وشلون هسه حاليا احنا نريده. يعني سابقا قبل مثل ما قلنا قبل، يعني احنا الصناعة النفطية بدأت بال 1857 يمكن اتوقع، اللي هو اول بير ببنسلفانيا او هيك شيء بالعراق. احنا اول بير انا دائما اقرا انه هو بحق الكركوك بال 1925، لكن ذاك اليوم قريت احد المصادر اكو بير قبله بال 1919 بمنطقه نفط خانه، واكو بير قبله ايضا بمنطقه كركوك بال 1905. الهدف شنو؟ احنا
سابقا الحفر يسمونه الاولد واي اوف درولينج، يسمونه الجيلي دونات. شايفين هاي الدونات اللي هي شلون الكعك الصغير وكب داخلها كاكاو او شوكليت؟ فاني من اجي استخرج هذا الشوكليت الموجود احفر مباشره واستخرجه. هاي هي طريقه الحفر القديم، الحفر العمودي. حاليا اني عندي الطبقه مالتي تمتد لمئات الامتار، اكثر من مئات الامتار، يعني ممكن عشرات الكيلومترات. اني شرد اسوي، اني اريد ادخل بالبير مالتي بداخل هاي الطبقه بالعرض، بحيث انه اني استخرج كانما شلون عندي كيك وكب داخله شوكليت او كب داخله كريم، انا اريد استخرج هذا الكريم الموجود بين الطبقات. اذا جيت حفرت بشكل عمودي هنا حيطلع لي بس منطقه التاثير الدائر مدار البير، يجي معدها النفط. بس اذا حفرت حفر مائل ومشيت بالحفر المائل مسافه فد 1000 متر، هاي الألف متر كلها حتكون عندي بها انتاج. فاللي يصير عندي انه هاي المنطقه الافقيه كلها تنتج لي نفط. لذلك غالبا الابار الافقيه غالبا هي صح تكون اغلى بحدود يعني ضعفين البير العمودي. يعني مثلا البير العمودي يكلفني 10، خلينا نقول هاي فرضيه، يكلف مثلا 4 مليون دولار، البير الافقي هنا يكلف لي 12 مليون دولار فرضا، هاي يعني بشكل تقريبي خلينا نقول. لكن هذا يطلع لي نفط ممكن لحد 3 أضعاف الطريقه العاديه. فلذلك اني من اجي اصرف اكثر راح احصل ريكفري اكثر. احنا كهندسه مكامن بشكل عام دائما ما نلجئ الى انه اني هدفي انه اسوي ريكفري اكثر. يمكن حضراتكم تعرفون انه احنا هندسه المكامن لها 3 أهداف رئيسيه. اول شيء احدد ايش قد عندي نفط، ثاني شيء احدد ايش قد اقدر استخرج من هذا النفط، وثالث شيء أنا هنا من أجي أحدد أزيد الريكفري، معناها أنا قدرت أدير هذا المكمن مالتي بصورة أفضل. لذلك أعدل الإنتاج أهم. ذلك أنا حتى أجي بشكل عام أحفر حفر أفقي، أكو أهداف لهذا الشيء. نشوف الشباب شنو ذكروا. أستاذ أحمد يقول حتى تزيد كمية الإنتاج عاشت إيدك. ست إيثار تقول أقل كمية، هو عفوا أقل كلفة، هو مبدئيا الحفر الافقي كلفته اكثر مثل ما راح نشوف بالمعدات مالته، لكن هو يطلع لي نفط اكثر، فهو صحيح ان توتال حتكون الكلفه اقل. استاذ مصطفى يقول زياده كميه الانتاج، استاذ عثمان يقول وجود وحدات سكنيه، ممتاز ممتاز استاذ مصطفى استاذ عثمان عاشتيتكم. استاذ محمد يقول زياده الانتاج، استاذ مهند يقول من ناحيه الكلفه اعتقد اسهل بسبب الطبقات. حلو، هو من ناحيه الكلفه مثل ما قلنا اكثر، لكن هو ممكن اتجاوز ببعض الطبقات اللي فيها مشاكل. عاشت ايدك. استاذ علاء يقول الماء تكون كميه الانتاج اكثر والسرعه اعلى. عاشت ايدك. استاذ علي وجود مشكله اثناء الحفر العمودي، ممتاز هاي ايضا موجوده. استاذ مصطفى يقول مناطق ما نقدر ننتج من عندها الا بهاي الطريقه، صحيح موجوده. ابار في سطح واحد وغاص بالاوف شور، عاشت ايدك ست ليلى. ممكن عندي منطقه صغيره اني باوف شور بحق بالبحر اضطر احفر من عنده ابار هوايه. ام البنين تقول يتم الحفر بشكل افقي لعده اسباب، منها زياده الاستخراج، ممتاز، زياده الكفاءه، عاشت ليادي، تقليل الكلفه بالنهايه مثل ما قلنا تقليل الكلفه، وتقليل التاثيرات البيئيه، وهذا شيء كلش مهم. استاذ علاء يقول لتكون التكلفه اكثر بالنسبه لحفر المال واكثر صعوبه، صحيح، عاشت ايدك، عاشت ايدك. استاذ محمد يقول الحفر باماكن صعب الحفر بها، القبب الملحيه، ابارك، عاشت ايدك، عاشت ايدك. استاذ علي يقول الحفر من اليابسه باتجاه البحر، ممتاز، ما شاء الله عليكم، ما شاء الله عليكم. اس بي اي ميسان احد الاسباب ممكن يكون تحت منطقه سكنيه، عاشت الايادي، ممكن نقدر نحفر او ممكن حتى نحط طبقه مع عاشت الايادي. زي ممكن يذكرون لنا بالعراق بير واقع تحت منطقه مناطق سكنيه، عندكم افكار عن هيك حقول. فاطمه تقول تجنب المشاكل، استاذ تقول بعض المناطق صب استخراج النفط، عاشت الايادي. استاذ حسين يقول نقدر نقول نستخرج نفط مساحه اكبر، عاشت الايادي. هذا واحده من اهم الاسباب اللي هو الانكريز باي زون، اني ازيد منطقه التعرض مالتي حتى استخرج نفط اكثر. استاذ علي يقول وجود القبب الملحيه، استاذ علاء الهدف الرئيسي حفر ماء اذا كانت الطبقه المنتجه سموكها قليل، ممتاز، لكن انحدارها اكثر نلجا للحفر المائل. اكو طبقات هسه بالعراق تنتج نفط من 5 امتار، فتخيلوا اذا بير عمودي ينتج بس من 5 امتار، وبنفس الوقت لو كان افقي اقدر انتج ادخل بال 5 امتار هاي مسافه في كيلومتر كامل. طبعا اعتقد احنا اطول بير كهوريزونتالي بالعراق
اعتقد قبل حوالي يمكن شهر علنا عنا او شهرين شركه نفط الوسط علنت عنا تقريبا مواصله متامل 3 كيلومتر. ف3 كيلو احنا داخلين بالطبقه بشكل افقي، وهذا شيء جدا ممتاز. استاذ حسين يقول بعض النفط يكون صعب التدفق، عاشت ايدك، ممكن يسبب لي فرق ضغط. تقنيه الحفر اتجاه ممكن توصل الى مكان يصعب الوصول الها، عاشت الايادي، عاشتيتكم ما شاء الله عليكم. استخراج نفط الزوج العالي، عاشت ايدك الزهراء. استاذ حسين ممتاز، عاشت ايدك استاذ مصطفى. شرق بغداد بالضبط، حقل شرق بغداد يوقع تحت منطقة بغداد من بدايتها. يعني الحلو بحقل شرق بغداد ما شاء الله يوقع باربع محافظات مو واحدة، يبدأ بالضبط من محافظة إذا جينا يعني حقل بغداد، حقل شرق بغداد الجنوبي اللي هو النهروان. استسمحوا لي دقيقة. إذا جينا على حقل شرق بغداد مثلا، هذا حقل شرق بغداد يبدي من النهروان اللي هو يوقع بالكوت ويستمر محافظة بغداد لحين ما أكو أجزاء من عنده توقع بمحافظة ديالة، وأكو أجزاء أيضا بمحافظة تكريت، عفوا محافظة صلاح الدين يعني. فبالتالي هاي أربع محافظات بهذا الحقل، وهو يمشي تحت مناطق شرق بغداد اللي هي بيها كثافة سكانية. فأني من عندي مناطق ذات كثافة سكانية ما راح أقدر أحفر بهاي المناطق. فعاشتيتكم، عاشتيتكم على ما شاء الله كل المعلومات الرائعة اللي عندكم. أنا صراحة جدا فرحان بهذا الشيء. هسه نجي على كل الحكي اللي ذكرتوه أنت موجود بالمحاضرة. عندي أني بحقل مثلا واقع تحت الماء، وأني ما أريد أجيب يعني منصات بحرية لأنه يكون مكلف، وهو قريب من اليابسة، ممكن كيلو كيلوين، فأقدر أحفر حفر ماء له. موجود بهولندا، هاي الحالة موجودة بهولندا، والله نسيت الحقل، ما اعرف شنو، ما اعرف ما ذكر شو اسمه. ان اكسسبل لوكيشنز، مناطق مثل المناطق السكنيه مثل ما ذكرتوا حضراتكم. المالتي ليترال ويلز، طبعا مالتي ليترال اللي هو اكو نوعين، اكو مالتيبل ويلز واكو مالتي ليترال ويلز. المالتيبل ويل انه انا عندي منصه بحريه اريد احفر منها بكل منصه، يعني بهاي المنصه، لان هاي المنصه بيها مساحه تحرك للبرج كلش قليله، يعني ممكن البرج يقدر يتحرك له خلينا نقول مسافه ممكن 40 50 متر هيك. فاني كل ما امشي فد مترتين اسوي لي بي حسب، ما اعرف والله، احنا ما مشتغلين بالحفر البحري للاسف الشديد، نتمنى مستقبلا ان شاء الله تصير لنا هاي التجربه، لكن ممكن احفر مالتيبل ويلز انه اني احفر مسافات كل بير يروح باتجاه معين. ممكن مثل ما صارت بعض الاحداث والمشاكل السياسيه بالعراق بالسنين الماضيه يعني بالقرن الماضي، خلينا نقول تقريبا بالتسعينات بالذات، فتره الحروب كانت تكون اكو بيها اعمال تخريبيه على ابراج. فهذه الاعمال التخريبيه ممكن اني اجي اطفي البير انه احفر بير مائل وادخل على هذا البير واضخ منه سوائل حتى شنو اطفي لهذا البير. بالاضافه للسايد تراك، احيانا احنا بنحفر المعدات مالتنا يصير بيها ستاك. هسه راح نشوف ممكن يعني نذكر ان شاء الله بعض المشاكل بمحاضره يوم غد، تصير لنا مشاكل تستعصي انابيبنا بداخل البير، فمن تحصل انابيب انا هنا اللي ما راح سماني أخسر. يعني اكو ابار ممكن تخيلوا يبقى 10 امتار واحنا نوصل للتارجت، بهاي ال 10 امتار تستعصي عندنا انابيب، هاي الانابيب اللي تستعصي ممكن في 30 متر بس، هاي راح تكلفنا جزء في مليون او مليونين دولار اضافيه حتى نقدر بس نرجع للاعلى نسوي سايد تراك ونرجع ننزل للمكمن مالتنا. اكو ايضا مثل ما قلنا ابار تسمى بالابار متعدده الاذرع اللي هي المالتي ليترال ويلز، نبير انزله اخليه ينتج من اكثر من طبقه بيها هيدروكربونات. كل هاي خلت يصير عندي مجال لفد شيء اسمه الدايركشنال اند هوريزونتال درلينج. الفيرتيكال ويل بالله هو البير العمودي، الابار المائله بيها اذا جيت بشكل عمودي ودخلت بالطبقه مباشره هذا يسمونه الجي شيب. اذا جيت من الاعلى وملت ورجعت صرت عمودي من جديد حتى اخترق المكمن مالتي، مثل ما مثلا عندي هنا منطقه سكنيه، هذا يسمونه الاس تايب او الاس شيب. واكو طبعا الهوريزونتال تايب اللي هو البير الافقي اللي اني حيكون بدخول افقي الى داخل المكمن. اذا صار عندي اني شنو؟ عندي الدايركشنال ويل مالتي بشكل عام اللي هو البير المائل، عندي الاس شيب، عندي الجي شيب، وعندي ايضا الفيرتيكال اللي هو العمودي. فعندي هوريزونت ممكن يكون هوريزونتال او دايركشنال، يعني اما مالي اما يكون لا افقي بالكامل بالنهايه، او يكون اس شيب مثل ما هسه نشوف، او يكون جي شيب. هاي انواع
أساسية للبير لشكل البير. هل تقتصر تطبيقات الحفر المائل فقط على الصناعة النفطية؟ أكيد لا. أكو تطبيقات ثانية لهذا الموضوع مثل العمليات اللي ممكن بالسيفل انجينيرينج بالهندسة المدنية. يعني مثلا أنا جيت أريد أحفر لي ممكن فد نهر معين عندي، لا تسمحوا لي أشوفكم هذا، أي مثلا عندي فد بحيرة معينة أريد أتجاوزها أو نهر معين، ممكن أكو تقنيات أقدر أحفر حفر مائل أتجاوز هاي البحيرة حتى أسوي لي ممكن نفق، أسوي لي توصيلات مياه، أسوي لي توصيلات كهرباء، هواي أكو شغلات إحنا ممكن نستعملها. فبالتالي هاي الأشياء اللي إحنا نسويها ممكن أكو حفر مائل حتى باقي التخصصات مو فقط بالصناعة النفطية. لذلك إحنا لازم يكون عندنا نسوي فدرؤية لهذا الموضوع بشكل أكبر. تقريبا الحفر المائل بدأ بال 1920 1930، من بدأت تصير أكو حاجة لهذا الموضوع، من قاموا يشوفون إنه يعني صارت أكو مناطق سكنية، النفط قام ما يطلع بسهولة، يعني صارت أكو احتياج لهذا الشيء، صار أكو طلب على هذا الموضوع. فبالتالي إحنا بدينا ندرس هذا الموضوع بشكل أكبر. أول شيء إحنا لازم نسويه حتى نعرفه هو إنه نسوي عملية التصميم. أول شيء إحنا بالتصميم مثل ما قلنا، أنا لازم عندي نقطة على السطح، هاي يسموها الكوردينيت، السيرفس كوردينيت، اللي هي النقاط السطحية. من السطح راح أحفر، ولازم عندي الريزرفوار كوردينيتس، وين اريد ادخل للمكمن اني، وهنا اشوف ايش قد بعد اني شلون راح ابني المسار. عمليه بناء التراجكتري او المسار هي واحده من اهم الاشياء، وهذا يتم ببرامج خاصه. طبعا سابقا كانت اكو بالحسابات اليدويه واكو معادلات، لكن حاليا اكو سوفت ويرز، يعني واحده من عندها برنامج اسمه الكومباس، تابع الشركه من الشركات، ما اريد اسوي دعاية لحد، تابع لشركة من الشركات، ممكن تبحثون عن الموضوع هذا. سوفتوير اسمه كومباس، يفيدكم إن شاء الله جدا بمجال العمل إذا تقدرون تتقنون هاي البرامج. راح نأخذ إن شاء الله بالمحاضرة الأخيرة فكرة عنه. تمام. لذلك أنا من أجي أصمم لازم أشوف الأنابيبتي قاصلها، لازم أجي أنا أشوف هاي الأنابيب منزلها حتى أحفرين، شلون راح أحفر الأنابيب اللي أنزلها راح تتحمل الضغوط اللي موجودة لو لا. من الأنابيب هاي راح تتعرض إلى تقريبا 3 أنواع من الضغوط أو مرات أنواع، يعني حسب. الثلاث أنواع هاي الأساسية، أول نوع يسمونه البيرست. البيرست هو أنه ممكن الأنبوب مالتي ينشق من الداخل نتيجة لضغط داخل الأنبوب عالي. النوع الثاني يسمونه الكولابس، اللي هو التهدم أو الانضغاطية الخارجية، أنه أكو شيء يضغط له على الأنبوب من الخارج فيقدر شنو كأنما يعني يطعج الأنبوب مالتي. النوع الثالث اللي هو يسمونه التنسايل لودز. التنسايل يعني أنا دا أسحب، إحنا مثلا تقريبا خلينا نقول عندي عمق البير مالي 4000 متر، فأنا حنزل أنابيب حفر، أنبوب الحفر الواحد الجوينت الواحد طوله تقريبا 10 أمتار. هاي ال 10 أمتار أنا تخيلوا حربط 10 ورا 10 ورا 10 ورا 10 لحد ما أوصل 4000 متر، يعني حربط تقريبا 40 أنبوب. هاي ال 40 أنبوب وأكيد أوزان مختلفة، تفاصيلها مختلفة، بس خلينا نقول فلنفرض أن الوزن صار عندي 50 إلى 100، خلينا نقول 100 طن. يعني هاي ال 100 طن هذا الأنبوب الأول أخليه على سطح آخر شيء ومرتبطة به 4000 متر من الأنابيب، هذا جقد راح يتحمل تنشن، جقد راح يتحمل شد. لذلك هاي واحدة من المشاكل أو الأشياء اللي لازم يعني الأنبوب بشكل عام خلينا نقول يعني لازم يتحملها. اكو الكومبريشن انه ممكن انبوب اني اضغط عليه، اكو شيء يسمونه التورشن انه انا دا احفر مثلا واللزم عندي البريمه من جوا لزمت وبقيت افر فالانبوب مالتي يصير بي تورشن، عمليه التواء، او ممكن يصير بي بيندنج انه انا دا احفر حفر مائل قوي والانبوب مالتي مال بدرجه كلش كبيره ما راح يقدر يميلها. لذلك كل هاي الاشياء اللي يتعرض لها هذا الانبوب ممكن تاثر عليه. اعتقد حضراتكم اكيد سامعين باليلتس ترند، اللي هو انه الماده توصل فد حد وراها ما ترجع مثل ما كانت. شلون مثلا عندنا لاستيك مال الفلوس، ممكن ابدي اشده الى مرحله بعد يوصل مرحله ما يرجع لحجمه الاصلي. نفس الحاله هذا تصير وين؟ حتى بالانابيب اللي احنا ممكن ننزلها. هسه بعد ما اخذنا هاي المقدمه اللطيفه وعرفنا الاساسيات، هسه نبدي ندخل بالاشياء الاساسيه.
زين أنا من أحفر راح تشوفون أكو معدات، هاي المعدات إن شاء الله جزء كبير من عدها راح نأخذها باكر. يعني إحنا التغيير اللي حيصير هو إنه أنا أكو معدات تساعدني حتى أحفر، فهاي المعدات راح نتعرف عليها إن شاء الله باكر. أكو 5 أنواع لية الحفر المائل نتعرف عليها بالضبط إن شاء الله شنو هي وشلون إحنا نحفر حفر مائل. اللي راح نحتاج اليوم نتعلمه هو إنه شلون إحنا نصمم، يعني أنا من أجي أصمم شنو هي النقاط الأساسية اللي أنا أعتمد عليها بعملية التصميم. أول شيء أكو لازم أكو نقطة أبدي بها أميل، أنا نازل بشكل عمودي أكو نقطة لازم عندي للميلان، هاي يسموها الكيك أوف بوينت، يعني أول نقطة أنا أبدي أميل من عندها. الشيء الثاني هو اللي يسمونه البيلد أب رايت، البيلد أب رايت يعني أنا خلي نقول كل كم متر أزيد الانحراف مالتي. فرضا اذا احنا ناخذ الانابيب الحفر، احنا عندنا كل جوينت من الانابيب الحفر 10 امتار، من نحفر من واحد واحد ننزل كل 3 سوية نقدر نربطهن، فهذا يسمونه الستاند، تقريبا 30 متر يصير. فعمليه الحساب راح تكون انه اني كم درجه راح اميل لكل 30 متر، وهذا ايضا راح هسه نعرف شلون احنا لازم نحدده، او خلينا نقول على اقل تقدير ما راح ندخل شلون نحدده، لكن راح ندخل شنو هو المقاييس اللي نقيس على اساسها. لازم اعرف شغلتين اساسيات، انا بديت اميل زين من ملت اميل باتجاه الشمال باتجاه الشرق باتجاه الغرب باتجاه الجنوب، وين راح تكون عندي عمليه الميلان، هذا يسمونه اللي هو الاتجاه اللي آني يكون الحفر مالتي بي، يعني نحو الشمال نحو الشرق وين أريد أروح آني. بنفس الوقت أكو شيء يسمونه الانكلينيشن اللي هو مدى ميلان الزاوية، إنه آني هاي الزاوية مالتي فلنفرض إنه شقد أريد أميل بالنهاية، يعني راح أميل البير مالتي راح يصير 90 درجة، راح يصير مثلا 70 درجة، راح يصير 50 درجة. بالإضافة لهذا الشيء البير مالتي هذا بعناصر أساسية، أول شيء شيء يسمونه الترو فيرتيكال ديبث اللي هو طول البير من بداية السطح لحين، أو مو من بداية السطح، من منصة البرج لحين أنا أعمق نقطة وين واصل، بس فقط بالاتجاه العمودي، هذا يسمونه الترو فيرتيكال ديبث والاتجاه العمودي. الاتجاه الأفقي لحين ما أوصل للتارجت هذا يسمونه الهوريزونتال اللي هو ديسبليسمنت، الهوريزونتال ديسبليسمنت هي المسافه بين التارجت اللي اريد اوصل له وبين الكيك اوف بوينت، يعني النقطه اللي بديت منها اميل لكن فقط بالاتجاه العمودي، يعني كانما اسقط هاي اسقط هاي راح يطلع عندي قد اني ملت عن الاساس اللي كنت بيه. وهذا اللي ذكرته لحضراتكم قبل شويه من قلت لكم انه شركه نفط الوسط احتفلت باطول بير بالعراق، يعني من دخله للمكمن تقريبا هنا كان يمكن دخله للمكمن، خلينا نقول مشوا بداخل المكمن 3 كيلومتر، هذا يسمونه الهوريزونتال، مو الهوريزونتال ديسبليسمنت كلها، الهوريزونتال ديسبليسمنت لحد الكيك اوف بوينت، لكن هو هذا المنطقه اللي هم قدروا يدخلون بها داخل المكمن كانت 3 كيلومتر. فانا نجي احسب هوريزونتال ديسبليسمنت اقول هاي 3 كيلو زائد المسافه هنا لحين ما اوصل للمنطقه العموديه هنا، هذا هو الهوريزونتال ديسبليسمنت. يبقى اكو شيء اخير لازم نعرفه يسمونه الميجر ديبث اللي هو العمق المقارن، واللي هو بشكل مختصر طول الانابيب اللي زائد اللي نزلتها لداخل البير، طول الانابيب مالتي قد كان، مثلا نزلت 4 كيلو 5 كيلو من الانابيب، هذا راح يكون عندي طول البير الحقيقي مالتي. اذا الترو فيرتيكال ديبث عرفنا، والفرق بين الترو فيرتيكال ديبث مثل ما قلنا اللي هو الارتفاع العمودي والارتفاع الافقي منه اللي هو يكون بين المنطقه هاي، يعني النقطه اللي انا راح اوصلها وبين هاي النقطه، هذا من للاعلى هذا هو ترو فيرتيكال ديبث. الميجر ديبث قلنا لا اللي هو المسافه اللي يقطعها البير بالكامل، والهوريزونتال ديسبليسمنت الاتش دي هاي تكون من هاي النقطه لحين هاي النقطه اللي هي المنطقه اللي انا بديت ابدي بيها بالميلان اللي هي تقريبا هنا حتكون، وهاي هو اللي حيكون عندي بأساسيات البير. إذن هاي أهم شغلتين كانن، بالإضافة إلهن أكو شغلتين كلش أساسيات اللي هو الانكلينيشن، والانكلينيشن اللي هو الميلان. أجي شو أسوي أني غالبا أخذ نقطتين، نقطة أي ونقطة بي،
حتى يعني عملية التصميم أكو طرق للتصميم كانت بدائية بهذا المجال، كانوا يأخذون إنه هاي النقطة هي أي، يقول هاي النقطة بي تبعد عن النقطة أي مثلاً 10 أمتار، فأني هاي فلنفرض كانت 30 درجة الميلان، هنا بعد 10 أمتار عندها تصير 31، يحسبون المسارات مال البير على هالأساس. هاي في الطريقة كلش كانت قديمة موجودة، بس بشكل عام أنا عندي نقطتين أقدر أحسب الميلان مالتهم إيش قد صار كاختلاف بيناتهم. بالإضافة للأزيموث، الأزيموث شلون يحسبوا؟ الأزيموث كلش مهم. الأزيموث نفس ما قلنا، الأزيموث هو ميلاني عن الشمال، إيش قد أني دائميل من ناحية الشمال. فلنفرض أني هسه موجود متجه نحو الشمال بوجهي، البير مالتي أريد أحفره بزاوية 20 درجة من ناحية الشمال، شقول هنا أقول الأزيموث مالتي هو N 20 إيست، يعني من الشمال أخذت 20 درجة نحو الشرق، هذا هو الأزيموث مالتي. ممكن أنا إذا جيت فلنفرض هنا على 140 هاي، أقول أشوف الزاوية منا لهنا يشقد، أقول إيست، هذا الإي من الإيست يشقد رحت أني 30 وياها 20 50 درجة، فرضا 50 وين ساوث، هاي هو شنو الميلان مين اختيارتي. فأكو أكثر من طريقة إحنا ممكن نعوض بيها يعني بشكل عام، لكن الهدف الأساسي من الأزيموث إنه أني أعرف اتجاهي وين بالضبط، حتى شي يصير بالنهاية عندي، عندي برج، عندي أزيموث اللي هو اتجاه المالتي هذا الشمال، وهنا البير مالتي رايح باتجاه الشرق، وعندي شنو الانكلينيشن اللي هو بالضبط الانحناء اللي صار عندي بالبير. بالإضافة لهذا الشيء أكو طرق هواية طبعا لحساب الأزيموث وتفاصيله، لكن إذا جينا نريد نعرف كشكل عام مثلا خلينا نقول هنا مثلا أنا من منطقة الجنوب هذا الحفر مالتي خلينا نقول حيكون بهذا الاتجاه، فرضا حروح وين 30 درجة من جهة الجنوب، فهذا عندي الساوث 30 درجة وين باتجاه الويست اللي هو الغرب 30 ويست، يعني كزاوية هي تصير 210 إذا حتمين من ناحية الشمال. أكو مرات بالعكس يعني كطرق حسابية مو كل شيء يكون يعني ممكن أكو أقدر أحسب حتى بالعكس، يعني هنا مثلا أنا عندي إذا دا أحفر بهذا الاتجاه يقولون من منطقة الشمال يكون الحساب North 20 West، فأنا أعرف إذا اتجاهي من هاي، فهاي كلها تكون وين أثناء عملية الحفر. بالنهاية أنا اللي حيصير عندي هو التالي، حيصير عندي آبار بها ميلان، هذا الميلان يا أما يكون كلش قوي يا أما يكون متوسط يا أما يكون قليل. بالعراق يعني خلينا نقول كستاندرد ديزاين ما يصير نسوي بير إذا كان ميلان عالي، لازم الميلان قليل، لأن الميلان العالي اللي هو يسمونه هذا الشورت راديوس، الشورت راديوس هذا يكون بيه مشاكل كلش هواية. يعني تخيل أنت الأنبوب مالك نزلت منه ومنه سويت كيك أوف بوينت بديت تميل ورأسا ملت ميلان قوي ودخلت للطبقة، هاي العملية حتسوي لك استعصاب الأنابيب، تهدم منها يصير على البير مالتك، مشاكل كلش هواية بي، البطانة مالتي من أجي أنزل كيسينج ممكن الكيسينج ما يدخل داخل البير وهكذا، فهذا يسمونه الشورت راديوس ويل. النوع الثاني هو الميديم، الميديم اللي أنا يكون عندي البير مالتي لا شوية متوسط الزاوية بي بشكل عام، هاي متوسط الزاوية، وأكو عندي اللونج راديوس اللي هو لا يكون الميلان مالتي بطيء شوي شوي أميل. الشورت راديوس غالبا يكون أكثر من 30 درجة لكل 100 قدم، يعني في الرقم كلش كبير، يعني خلال 100 قدم اللي هو تقريبا 30 متر، بـ30 متر آني ملت 30 درجة، فهذا رقم ترى كلش عالي حتى الأنابيب ممكن ما تتحمله. وعندي الميديوم اللي هو المتوسط يكون بين 8 درجات إلى 30، وعندنا اللونج راديوس من 8 درجات أقل من 8 درجات لكل 100 قدم. إحنا بالعراق يعني هو حسب علمي ما أعرف إذا موجود فد ستاندرد بهذا المجال، لكن بشكل عام ممنوع نصمم أو ممنوع نشوف أي بير معين إذا جينا نقيمه نلقي أقل لازم من 6 درجات، أكثر من 6 درجات ممنوع، لازم أقل من 6 درجات.
لان مراجعات ما اعرف صراحه اذا اكو في الدراسه بهذا المجال او لا يعني، لكن يعني هذا فد ستاندرد معروف صار موجود انه كست درجات لازم حتى اتجنب المشاكل اللي ممكن تصير عندي. اذا ايش صار عندي انا بالنهايه؟ صار عندي هذا هو عمق البير بشكل عمودي ترو فيرتيكال ديبث، ومننا بالعرض عندي نقطة الكيك اوف بوينت للتارجت يسموها الهوريزونتال ديسبيسمنت. هذا منصة البرج يسموها الار كي بي اللي هي المنصة اللي احنا نشتغل عليها فوق البرج. اول نقطة نميل من عندها يسموها الكيك اوف بوينت، نقطة بداية الميلان. منطقة البناء اللي هي مستمرة بعملية الانحناء هاي تسمى بالبيلت سكشن، يعني منطقة بناء الزاوية. منطقة البناء نهاية منطقة البناء بعد ما أبني زاوية هاي يسموها الـ end of build أو يسموها الـ end of curve الـ EOB أو الـ EOC. وراها حتكون عندي مسافة طويلة جدا ثابتة الزاوية، يعني هنا إذا أخذت هاي النقطة وأخذت هاي النقطة حيكون أكو فرق بالزاوية. هاي مثلا خلينا نقول كانت 20، هاي مثلا حتكون 30، بينما هنا من نهاية منطقة الـ end of build طول منطقة التانجت أو الهولد هاي حتكون هي منطقة كلها ثابتة الزاوية، منا لحد نهاية هاي كلها منطقة ثابتة الزاوية. بالأخير شو يبقى عندي؟ يبقى عندي ممكن مثل ما شفنا أكو S shape ممكن يرجع يدخل داخل البير، فحتكون عندي بعض الأماكن اللي هي بيها drop section يعني بيها أماكن للميلان من جديد، حيرجع البير مالتي يميل نحو التارجت مالته مجددا. هاي تقريبا الاشياء الاساسيه المتعلقه بموضوع التراجكتوري اللي هو اهم شيء، يعني هاي اهم شيء عندي انه اصمم مسار البير مالتي بالضبط منين راح اروح لوين راح اوصل. زين اذا جيت اريد اشوف شنو الانواع اللي على اساسها اني تكون عندي عمليه الحفر، هاي الاشياء كلها راح ناخذها ان شاء الله بمحاضره يوم غد اللي هي شلون اني بالضبط اجي اميل البير مالتي، يعني شنو الطرق اللي اعتمد عليها حتى اميل البير. اكو شيء يسمونه البي اتش اي، اكو شيء يسمونه الويب ستوك هذا قديم، اكو شيء يسمونه الجيتينج هذا هم كلش قديم، اكو شيء يسمونه المد موتور، واكو شيء يسمونه الروتر ستيربل سيستم اللي هو ار اس اس. فتقريبا خمس طرق يعني موجوده بهذا المجال تساعدنا نبدي الزاوية ونميلها لحين ما نوصل للمكان. أنا حتى أحفر ما راح أحتاج بس هاي الطرق، راح أحتاج عدة أشياء وياها. أنا بعد ما سويت المسار اللي راح أمشي به وعرفت الطريقة اللي أميل بيها، يعني شوف إذا تلاحظون تقريبا الموضوع مال الحفر المالي يتكون من ثلاث عناصر: أصمم البير مالي حتى أعرف منطقة البداية الكيك أوف بوينت والبولت سكشن والإند أوف بولت والتانجت والدروب سكشن والتارجت مالي، ولازم عندي مثل ما قلنا كوردينيتس يعني عندي احداثيات بالاعلى وبالاسفل. هاي الاحداثيات لازم اول شيء تكون موجوده عندي. الشيء الثاني حتى احفر مائل لازم عندي معدات تساعدني على الحفر المائل، اكيد انا ما احفر بدونهن، واللي هي قلنا خمس انواع باكر ان شاء الله نحكي بيهن. يبقى عندي شيء اساسي واخير ايضا اللي هو شلون اني راح اشوف باطن الارض، يعني انت نزلت انابيب للباطن مش مدرك هذا الأنبوب راح يروح يمنى يروح يسرى يصعد ينزل. وأعتقد حضراتكم شايفين يمكن أكو صور لهذا الشيء، مثلاً هيك بصحراء أو مو صحراء يعني بصحراء أو منطقة جبلية ويطلع تطلع البريمة بجبل تطلع بمكان. هذا شلون راح أقدر أسوي؟ راح أقدر أسوي مثل ما شفنا بالفيديو بالبداية، عندنا معدات اسمها معدات الجس أثناء الحفر اللي هو اللوغينج وايلدرلينج، وعندنا معدات أيضاً يسموها الMWD اللي هي الميجرمنتس وايلدرلينج. معدات الوايلدرلينج MWD بشكل عام ورئيسي، يعني أنا كمعدات إذا أجي أريد أحسب مثل ما قلنا، يعني هسه إحنا إذا أريد نعرف كحفر مائل إذا أريد نشوف ال directional drilling هذا من إيش يتكون؟ راح يتكون من ثلاث أشياء. هاي الثلاث أشياء الرئيسية اللي هي أنا أريد أجي أحكي يعني خلينا نقول أعرفها بشكل عام كانت أول شيء شنو؟ أول شيء كان عندنا هسه أخذنا اللي هو trajectory اللي هو أنا بنيت خلينا نقول مسار البير. ورا مسار البير أنا لازم عندي معدات اللي هي الإكويبمنت، هاي المعدات هي تساعدني حتى أميل البير مالتي بالاتجاه اللي أريده. ورا ما ميلته لازم عندي عيون بباطن الأرض تخليني أشوف المسار مالتي واللي هي الـ MWD والـ LWD.
ال LWD هي مختصر لللوجينج وايل درولينج، يعني عمليات الجس اثناء الحفر، وهاي اللي شفناها بالفيديو اللي شفتوه حضراتكم قبل شويه. فهاي هي اللوجينج وايل درولينج، يعني اني معدات تخليني استكشف جوا نوع الطبقه نوع السائل اللي بيها. ما عدا هذا ال MWD معدات الميجرمنت وايل درولينج، هاي المعدات تنطيني انكلينيشن وتنطيني ازيموث، يعني تنطيني انحناء البير وتنطيني الاتجاه. فأنا ايش صار عندي؟ صار عندي تراجكتوري، مسار لازم امشي بيه محدد صممته. ما عدا اللي صممته انا لازم عندي معدات تساعدني، وما عدا المعدات لازم انا عندي عيون جوا بداخل الارض تشوف، اللي هي ال MWD وال LWD. MWD حتنطيني انكلينيشن وازيموث تخليني اشوف المسار مالتي. LWD حتنطيني نوع الطبقه ونوع السائل اللي بيها، حتى انا اذا مثلا دا احفر يعني فلنفرض خلينا نقول صعدت شويه، ما عرفت انا صعدت شويه طلعت من منطقه اللي بيها بيزون. اذا تتذكرون بدايه المحاضره من شفنا الفيديو ومن شفنا هاي الطبقات، قلنا انه اكو مثلا طبقات نفس ما في استاذ حسين او واحد من الشباب ذكر، قال ممكن البيزون اللي هي منطقه العطاء عندي 5 امتار، فاني دا احفر بيها حفر مائل او حفر افقي، طلعت من الخمسة امتار، انا ما اريد اطلع من الخمسة امتار، لازم ارجع لها، ارجع من جديد ارجع بداخلها. هاي شلون احددها؟ احددها عن طريق نفس ما هسه شفنا ال LWD اللي هو اللوجينج وايل درولينج. فانا صارت عندي كل هاي الامور في نظر الحسبان. التراجكتوري عرفناه الحمد لله وشكر، التفاصيل العامه الرئيسيه، اكوبمنت ان شاء الله باشر ناخذهن، MWD LWD ايضا ناخذهن ان شاء الله، نحاول في محاضره يوم غد او اللي بعده حتى نكون احنا نختم ان شاء الله الاساسيات العامه بالنسبه للدايركشنال، بالاضافه الى انه راح ناخذ الفيوتشر ترندز اللي هو وين راح تكون الموضوع هذا مستقبلا. بالتالي انا كمعدات اذا اجي اشوفها راح تكون اكو مختلفه. احنا من نحفر حفر اعتيادي اكو عندي بريمه، اكو عندي معدات حفر متصله بها اللي هي البتساب مثلا شلون تطواله، اكو عندي انابيب تثقيل درول كولرز، اكو عندي ستابلايزر اللي هو مثبت، هذا يثبت لي الانبوب مالي حتى لا يهتز اثناء الحفر، اكو ايضا عندي درول كولرز ممكن ستابلايزر اخر، وعندي انابيب الحفر بعدها. فاني جوا هذا اللي موجود جوا يسمونه البي اتش اي اللي هو الباتم هول اسامبلي، اني من احفر مائل كل عمليه التغيير اللي اسويها هو اسويها بالبي اتش اي. من حكينا انه اكو موتورات نربطها ممكن، اكو طريقه تصميم مختلفه، هاي باترن ان شاء الله راح ناخذهن الفول كروم والبندوليوم وتفاصيلها، شغلات معينه ممكن احنا نسويها. زين، البرايم نفس ما حضراتكم اكيد تعرفون اكو بيها عده انواع، اكو نوع يسموها الرولر كونز انه بيها اجزاء تدور، واكو نوع لا يسموها الفيكست كتر تكون ثابته ما بيها اجزاء تدور، واكو نوع حديث يسمونه الهايبريد، دمج بين الاثنين، ما اعرف صراحه اذا دا يستعمل بالعراق لو لا. هاي شيء يعني كشيء اساسي البرايم، فوقها كستابلايزر احنا عندنا مثبتات بها انواع، اكو مثبتات تكون يعني فيكست بليد يسموها تكون ثابته، اكو معدات تسموها الفاريبل بليد، كل وحده لها فد استعمالات معينه ممكن احنا نستعملها حسب عمليه الحفر اللي احنا نريدها. بالاضافه لهذا الشيء حتى الدرول كولرز اللي هي انابيب التثقيل، انابيب التثقيل اكو بها انواع، اكو انواع تكون ملسه واكو انواع تكون سبايرال بهيك شلون يعني شكل حلزوني يسهل لي ويساعد لي الطين مالتي والكاتنجز والفتات الصخري حتى يطلع للاعلى. هذا سدنحكي احنا كله شنو؟ هذا بي اتش اي اللي هو المكان او خلينا نقول الانابيب هاي اللي انزلها اني احفر بيها. هذا البي اتش اي اللي هو الباتم هول اسامبلي هو اللي حغير بيه اني حتى اسوي عمليه الميل مالتي بالشكل اللي اريده. لان اكو معدات اللي حناخذها باشر حتكون متعلقه بالبي اتش اي. فاكو برايم احنا نعرف هالبرايم ما عندنا مشكله بيها، اكو ستابلايزر مثبتات، اكو عندنا درول كولرز اللي هي مثقلات تثقل لي الانابيب مالتي، اكو عندنا ممكن شيء يسمونه الريمر، طبعا هذا مو شكله ما اعرف هاي الصوره صراحه ليش حاطها اني للاسف المفروض مو هاي، لكن الريمرز تكون تقريبا 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 شكلها خلي بس نرجع للصوره، تقريبا تكون تشبه هذا الشكل تقريبا. فهاي تقدر شو تسوي لي؟ تقدر تنعم لي جدران البير. بالإضافة لهذا الشيء إحنا عندنا هواي معدات نستعملها أثناء الحفر، ممكن أكو شيء يسمونه الدرولينج جار أخليه بالبي إتش أي يعطيني شون السبرينج حتى إذا استعصى عندي الأنبوب أني أقدر أحرر هذا الأنبوب بعد ما يستعصي ممكن،
واكو عندنا انابيب الحفر الثقيله اللي هي يسموها الهيفي ويت درل بايب، وعندنا ايضا الدرل بايب الاعتيادي اللي هو النورمال درل بايب. طبعا هاي انواع ايضا محطوطه الدرل بايب، ما راح اقول لكم حفظوهن، بس يعني هاي ممكن اكو مره انا سالتها صراحه بالمقابله وما عرفت اجاوبها فبقت بقلبي، فحاولت دائما في كل سلايد يعني بكل محاضره اخليها حتى اتذكرها، اللي هي انواع الدرل بايبس. نوع اسمه X95، J105 والS135، كل واحده من ذني تتحمل وزن معين وتتحمل ضغط يعني شد معين اثناء عمليه الحفر. هاي الانابيب كلها اللي احنا نحفرها، فبالتالي اذا غيرت اني بالبي اتش اي مالتي ممكن اقدر اخليه ميل، اقدر اخليه ينعم لي جدران البير بطريقه افضل، اقدر اخليه احفر افضل. فاذا البي اتش اي الباتم هول اسامبلي شيء كلش مهم، لذلك احنا ان شاء الله بمحاضره يوم غد راح نستعمل البي اتش اي حتى نتلاعب بالمعدات الموجوده، ممكن نقدر نبني الزاويه او ننزلها، وممكن ايضا عندنا موتورات احنا نستعملها لهذا الغرض. بالنهايه ايضا اكو مشاكل راح نواجهها ونتعرف عليها ان شاء الله، كنا ايضا في محاضره يوم غد او اللي بعده، اللي هي المشاكل الشائعه اللي تصير بعمليات الحفر الافقي. ان شاء الله تكونوا استفاديتوا من محاضره اليوم، اخذتوا فكره عامه عن الموضوع. بس بشكل عام بالنهايه انا راح اجي اركب هذا البي اتش اي مالتي حسب ما اني اريد الهدف، مثل ما قلنا احفر حفر عدل، حفر مائل، شنو اللي اريده اني بالضبط، انا اعمل بير زايد، عندي تهدم بالبير دا يصير، شنو السبب؟ يعني ممكن نقدر احنا نتلاعب بالبي اتش اي حتى نقدر من خلاله احنا شنو نوصل لعدل حفر افضل. شكرا جزيلا لكم شباب، رمضان وما حاب ادوخكم واطول عليكم اكثر، اتوقع ساعه كلش كافي ان شاء الله. اذا عندكم اي سؤال شباب، اي استفسار، اكيد مرحب بكم بحضراتكم بكل الاوقات. خلي نشوف اخر شيء وين وصلنا. استاذ علي باسم يقول مالتي ويلز ان ذا باد، عاشت ايدك. هو انا اذا عندي ويل باد، خلي نشرح لكم هذا الشيء. اكو شيء يسمونه الويل باد، واكو شيء يسمونه المالتي ليترال ويلز. يعني احنا عندنا نحكي مالتي ليترال ويلز، فهذا المالتي ليترال ويلز هو عباره عن بير واحد اذرع متعدده، لكن الويل باد اللي استاذ علي يحكي عنه مشكورا ذكرنا به، ويل باد عباره عن ساحه واحده اخلي بها اكثر من بير، لكن هاي الابار تكون كل وحده رايحه الى اتجاه شكل، ممكن وحده رايحه للشمال وحده رايحه للجنوب، يعني المكمن مالتي اوزع بيه الابار مالتي بالطريقه اللي انا اريدها. الويل باد نفسه يعني اكو تيرم ثاني اسمه الويل كلاستر. الويل كلاستر شنو فرقه عن الويل باد؟ الويل كلاستر هو نفس الويل باد، يعني هم بيه ابار متعدده، لكن هاي الابار المتعدده بدل ان تروح لنفس المكمن بالويل كلاستر تروح لمكان متعدده. مثل ما قلنا عندنا طبق حقول ممكن بيها خمس طبقات مثلا منتجه، فكل طبقه انتج منها من بير شكل، فاسوي خمس ابار وحده بصف اللخ، هاي تنتج مثلا من اليمامه، هاي تنتج من المشرف، هذا ينتج من نهر عمار، هذا ينتج مثلا من كركوك، هذا ينتج من الزبير، حسب الطبقات المالتي الموجوده، هذا يسمونه ويل كلاستر. اما الويل باد فمعناه ان الابار رايحه باتجاهات مختلفه واماكن مختلفه. فهذا فرقه اللي هو يكون عن المالتي ويلز، انه البير يروح الى اماكن متعدده. الزهراء تقول حقل الزبير واقع بمنطقه سكنيه، اعتقد اي صح، اعتقد اني رايح لحقل الزبير اكثر من مره مشتغل به، هوايه مناطق سكنيه صراحه. استاذ مصطفى يقول كميه فيت لكل درجه بالضبط، اي هاي اللي حكينا عنها. بالعراق نشتغل بالمتر، صح استاذ حسين عاشت ايدك. بالعراق صراحه معظم الشركات، لان شركات صينيه نشتغل بالمتر، بس اذا تشتغل شركه امريكيه يعني مثلا تشتغل هاليبرتون، شلمبرجر، وذرفورد، هم يستعملون الفوت حتى بالشغل مالتهم لحد الان. استاذ حسين يقول اذا كان البئر مائل افقيا داخل الطبقه النفطيه كيف تكون عمليه التثقيب؟ اها حلو، على طول المكمن ام في مناطق محدده، وعلى ماذا يعتمد هذا المعيار؟ عاشت ايدك على هذا السؤال استاذ حسين كريم. زين خلينا نجي على horizontal oil well completion. زين الهوريزونتال اويل ويل كومبليشن، طبعا طرق اكمال الابار ان شاء الله، ما دام صارت اكو اسئله بهذا المجال ان شاء الله ان شاء الله ندخل بموضوع الاكمال، حتى بس ناخذ لنا فكره عن طرق الاكمال الموجوده وانواعها، لان هو اول وثاني احنا لازم نعرف انواع الاكمال شنو هي. طبعا اكمال البير واحد من اهم الاشياء اللي احنا ممكن نسويها، لان قد ما يكون الحفر مالتي ناجح
إذا لم يكن الإكمال ناجح فأني هنا يعني حفري راح هباء منثورة. هذا بير محفور بطريقة أفقية. أنا إذا أريد أنتج أكو أكثر من طريقة، يعني ما أنزل كيسنج بهاي الطبق هاي المنطقة الأفقية لا، لأن أنا هدفي إنه أصلاً هذا المكان أخليه ينتج نفط. فإذا نزلت كل كيسنج يعني مو منطقي، لأن أنا راح أسد كأنما سديت البير من جديد، فأني هذا مو هدفي. لذلك غالباً عملية الإكمال بداخل الآبار الأفقية تكون واحدة من اثنين. طبعاً الإكمال أكو بي يعتمد على المعدات، يمكن قسام رئيسي عندنا completion according to formation، يعني الإكمال اعتماداً على الطبقة، و completion according to equipment أو according to tubing اللي هو أنا دا أنزل completion اعتماداً على الأنابيب مالتي اللي نزلتها. فإذا جينا على الطبقة اللي هو هنا حشينا، أنا عندي طبقة واحدة، هاي الطبقة أريد أنتج من عندها، شلون أكملها؟ يا إما يعوفوها مفتوحة، فبالتالي هاي الطبقة تظل كلها ماكو بداخلها أنابيب، أنبوب الإنتاج ينزل مباشرة لهذا العمق وأنتج النهوض من عنده مباشرة. هذا يسمونه الـ open hole completion، يعني الإكمال بالبير المفتوح أو الحفرة المفتوحة، open hole completion حفرة مفتوحة. هذا أول نوع. النوع الثاني، هذا النوع هم انتشر هواي، إذا كانت الطبقة تتحمل أبقيها مفتوحة أبقيها مفتوحة، إذا الطبقة لا والله تتهدم وما تتحمل يفضل إنزال نوع من أنواع الأنابيب هنا يسمونه الكيسينج سكرين. الكيسينج سكرين بشكل عام هو عبارة عن تقريبا هيك شيء يكون عبارة عن كيسينج، لكن هذا الكيسينج يكون مثقب من قاعه، يعني أنا مو أجي أثقبه من جديد. هذا الكيسينج المثقب مثل ما حضراتكم تشوفون شلون المصفي عبالك يكون، هذا أنا من راح أنزله إلى داخل ال أي إلى داخل البير. إذا نزلناه هنا حتى لو صار أكو تهدم عليه ما راح يكون عندي مشكلة، لأن أنا عندي هو هم كيسينج قوي ويتحمل هذا التهدم اللي صار عليه، وبنفس الوقت أنا أقدر أستمر بالإنتاج لأن التهدم ما راح يوقف لي البير أو يسد لي من مناطق معينة. بنفس الوقت السكرين أيضا يفيدني إذا كان عندي ساند برودكشن، إذا كان عندي إنتاج رمل. فبالتالي الإكمال مالتي يعتمد على خصائص المكمن أو الطبقة أو نوع السائل اللي أنا دا أنتجه، اللي هو النفط إذا كان بي ملح كان بي رمل كان بي مشاكل يعتمد بعد. بس إن جنرال يأما أنا يكون open hole يعني ما عندي هنا معدات وأنتج مباشرة، أو يكون عندي معدات وهاي المعدات يكون سكرين اللي هو هذا الأنبوب اللي هسه حكينا عنه، ويكون الأنبوب مثقب. أكو طرق غيرها. أكو طريقة حديثة حاليا دا تستعمل بدول العالم، لحد الآن بالعراق حسب علمي هم مستعملة، يسموها السمارت كومبليشن اللي هو الإكمال الذكي. والإكمال الذكي يقسمون هذا البير إلى أقسام شو ما هسه هنا موجود، يخلون باكرات اللي هي الحوازم المطاطية، هاي الأجزاء المطاطية، ويخلون أجهزة هنا، هاي الأجهزة تتحسس وجود المي، أي مكان يجيني من عنده مي ينسد هذا هنا الجزء الموجود وبالتالي يمنع دخول المي. أنا أريد أنتج نفط ما أريد أنتج مي، فيجي مي ينسد البير، يجي يرجع ورا فترة يرجع النفط، يرجع البير ينفتح من جديد. فبالتالي أكو أنواع هواي، لكن إن جنرال عندنا open hole وعندنا cased hole with liner screen، هذا السكرين اللي إحنا ننزلين. هاي تقريبا النوعيتين الاساسيات اللي ممكن تكون ثقبه، لانه التثقيب راح يكون يعني مسافه مثل ما قلت لحضراتكم ممكن 3 كيلو، فاني مو من المنطقه انزل تثقيب 3 كيلو متر اقعد اثقبها من جديد. استاذ علي باسم يقول لازم اقل من 5 درجات لكل ستاند، والله كلام تحديدك ما نختلف نهائيا، بس احنا بدنا نستعمله 6، يعني هو كستاندرد يعني نقدر نقول 6 درجات، لكن الماشي احنا حتى على 5 نحاسب، يعني نحاول انه ما يكون عندنا اكثر من 4 حتى نقلل من المشاكل. استاذ مصطفى يقول يجب اختبار قوه تحمل الانابيب الميلان، اكيد، والانابيب هاي كل فتره من الزمن تكون اكو عليها انسبكشنز. استاذ علي باسم يقول اكو ار اس اس مود موتور، عاشت ايدك. هاي بالنسبه للاجزاء اللي تميل لنا طريقتين من عندنا، واحد اسمه الروتر ستيربل سيستم الار اس اس، طريقة اسمها الماطور إن شاء الله باشر ناخذها الـ PDM موتور، وكتلت طرق بعد غيرها قديمة ذني ما مستعملات أيضا إن شاء الله نطلع عليها.
استاذ علاء، اين تكون اضعف نقطه في الحفر الماء حتى نتجنب ذاك الضعف؟ والله حسب علمي هي بزاويه 45، يعني هنا زاويه الميلان 45 هي اكثر زاويه تصير بها مشاكل، لانه الفتات الصخري يبدي يعني يتجمع بها، وهذا الفتات الصخري حيسوي لي مشاكل. بس اضعف نقطه يعني ممكن تكون هي المنطقه اللي يعني تشي عليها الانبوب، خلينا نقول اخر شيء على الارض ممكن. صراحه سؤالك حلو، ما اعرف والله يا استاذ مصطفى ليش اكذب عليك. استاذ علي حبيبي، منو كان يسال اضعف نقطه؟ استاذ علاء حبيبي، استاذ علاء. استاذ علي باسم يقول اضعف نقطه من تبلش حفر مائل قريب على الكيسينج شو؟ اذا تحكي على الطبقات، اي اذا على الطبقات، اذا نحكي طبقيا احنا من ناحيه الفورميشنز، كل ما اكمل عمليه حفر مقطع، هذا المقطع سمتناه وحطينا كيسينج، من اجي احفر وراها اضعف نقطه غالبا تكون هي هاي الكيسينج شو، او اضعف نقطه وراها من انزل كيسينج هنا، وهذا الكيسينج فولاذ يعزل لي هاي الطبقات، من اجي احفر هذا المقطع اللي وراه اضعف نقطه تكون هاي المنطقه. ليش؟ لان اعتمادا على الضغوط، احنا اكو عندنا شيء اسمه البور بريشر والفراكتشر بريشر، هاي الضغوط هنا كطبقه هاي تكون اضعف شيء، وراها الطبقات شوي شوي تبدا تصير اقوى اكثر. ليش؟ لانه هاي الطبقات مترسبه وحده فوق الاخ، وهاي هنا بعدها ماكو وزن فوقها، هاي اكو وزن اكبر فوقها، فكل ما ننزل اسفل كل ما الطبقات اللي قبلها تكون اضعف. هل هاي قاعده عامه؟ اكيد لا، اكو استثناءات، والدليل احنا عندنا طبقات بالعراق اسمها abnormal pressure zones وsubnormal pressure zone، فممكن اكو عندنا هيجي اشياء تصير، لكن ان جنرال الكيسينج شو عاشتي لك استاذ علي باسم على الملاحظه هي تكون اضعف شيء. استاذ مصطفى يقول اعتقد كل ما زادت الزاويه تكون احتماليه وقوع مشكله مثل ستك اكثر، عاشت ايدك. استاذ عباسم ناخذ سيرفي كل ستان حتى نعرف اذا بعدنا على المسار او تم الانحراف، عاشت ايدك، هاي ان شاء الله باشر نناقشها بعوني تعالى علي، انه احنا كل ما نحفر ستاند، كل ما نحفر يعني 30 متر تقريبا، يسوون سيرفي ياخذون قراءه يشوفون بالضبط ايش قد احنا صار الميلان مالتنا، ايش قد صار الانكلينيشن حتى يعرفون. عاشت لك استاذ علي حبيبي على هاي المداخلات الرائعه، جدا ممنون من عندك. استاذ حسين تريدون ملف بي دي اف؟ تأمر امر، بس نخلص المحاضرات كلها، لان صراحه من نحضر كل الملف، حتى كل ما نحضر ان شاء الله يكون كل شيء عندكم جاهز. خلص حبيبي استاذ احمد تدللون، استاذ محمد، استاذ محمد تدللون طمنوا الملف يوصلكم ان شاء الله 100%. يا ريت الوقت يكون بالعشرة، والله براحتكم، أنا الصراحة أريد أقول لكم إنه باكر نسويها بالسبعة ونص، فما أعرف إذا حضراتكم توافقون على العشرة أو على السبعة ونص، حتى إن شاء الله نأخذنا ساعة ساعة وربع. أهم حضراتكم يبقى لكم أوكي، نحكي اللي يحب يطلع اللي يحب شيء، يعني توقع سبعة ونص يمكن تكون أنسب، حتى الثمانية ونص نكون مخلصين، ثمانية ونص تسعة إلى ربع، واللي عنده فد شغل معين يقدر إن شاء الله يكمله. عين استفاطمة جدا ممنون، أني نشير الى tool face angle تدلل، هسه راح اذكرها عندي ان شاء الله. الستيكي نوتس راح اذكرها ان شاء الله عندي، تمام راح اذكرها عموما. tool face angle تدلل، استاذ احمد رحيم تدلل حبيبي، tool face angle بعيني تدلل. حاليا في جنوب العراق اكو بئر بايلوت ويل حفر مكمن سعدي وتبطينها والانتاج من خلالها فور اكسبلوريشن، حلو عاشت لك. يمكن عرفته. إذا صارت بي مشكلة فهو اللي ببالي. أستاذ سجاد شنو الـ ID number بتسجيل الحضور؟ هاي الشباب لازم تكونوا مشتركين بالـ SPE حتى يكون عندكم يعني اشتراك مال عضوية. حضراتكم إذا طلبة، أعتقد ما أعرف إحنا بسنة ناني من زمان يعني 2015 كان اشتراك مجاني للطلبة، ما أعرف إذا نفسه بعده موجود، تقدرون تشتركون إن شاء الله، أعتقد هو موجود هذا الشيء. تشتركون بداخل اس بي اي، والاشخاص الخريجين واللي يعملون الاشتراك جدا رمزي، اتوقع يعني يمكن 15 دولار يمكن بالسنه او هيك شيء. تمام، ام دي تقاس من ال او من الكيكوف بوينت، تمام. الميجر ديبث استاذ علي اللي هو الام دي، هذا يقاس منا كل القياسات مال اعماق البير مالتي، تقاس من يعني الرج فلور مالتي اللي هو خلينا نقول منصه البرج، من المنصاني منا من المكان اللي اوقف عليه احفر، يعني اللي هو يسموه ار تي كي بي، من الار تي كي بي هنا على منصه البرج يكون قياس هاي الاعماق، وكل القياسات تكون من هنا مال الاعماق. هي زاويه تو فيس تدل، سهله باكر ان شاء الله مبينها. روتيشن سلايدنج هاي اكيد ان شاء الله باكر نحكيها، تمام. ها هي
rt.com. استاذ منتظر ان شاء الله تكون مسجله، اي الشباب اللي لاداره الشابتر قالوا مسجله كانت ان شاء الله. حبيبي استاذ علي بالعكس انا جدا ممنون، ما دامك وجماعة على 7:30 فان شاء الله يوم غد بعوني تعالى نسوي المحاضره على 7:30، وبالعكس انا ممنون من عندكم. ممكن شرف الحصه التاليه حول الليترال اند مالتي ليترال ويل باد. والله استاذ يوسف ان شاء الله اذا صار وقت للموضوع صراحه، لان المالتي ليترال احنا بشكل عام حتى بداخل العراق مو كل شويه مستعملين صراحه، بس الويل باد لا، الويل باد موجود، الويل باد تقريبا كل حقول موجود. إذا الوقت بالسبعة ونص تمام تدللون إن شاء الله، والشباب بإدارة الشابتر إن شاء الله ينزلون حضراتكم هذا الشيء. مدة المحاضرة ساعة إلى ساعة وربع، ساعة ونص يعني، هذا الرينج إن شاء الله راح يكون موجود. فشكرا جزيلا لكم شباب، ما طولنا عليكم يمكن شوية، فرمضان كريم وإن شاء الله يا رب موفقين، وأي سؤال أي استفسار في كل وقت تدللون. إن شاء الله قادم إن شاء الله تكون بالسبعة ونص باكر وعقبه. وتدللون شباب إن شاء الله موفقين لكل خير وتصبحون على ألف خير. أي سؤال أي استفسار حسابات إن شاء الله باشر أيضا تدللون حبيبي وأحترم الله يسلمك. الله يسلمك بالعكس أنا ممنون من حبيبي، بارك الله بي. ورابط الحضور بالشات للمحاضرة الأولى إن شاء الله، محاضرة ما اليوم غدا راح نبلغ بالموعد بالقناة إن شاء الله. إن شاء الله ان شاء الله حبيبي مره ثانيه الله يسلمك حبيبي، تسلم لي يا طيب، وتصبحون على الف خير شباب، بالسلامه ان شاء الله.